هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قد وصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد البحرين في اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد المملكة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وكان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي الأستاذ جاسم محمد البريوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أمين محافظة جدة ومدير شركة شرطة منطقة مكة المكرمة والشيخ علي بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ووكيل المراسم الملكية بالمملكة الشقيقة. We'll be right back.